هما اللي انقذوك بعد ما قالوا لهم حبسك. اي نعم الاستاذ هو اللي امر، لكن انا اللي نفذت. ما كانش في دماغي حاجه ايامها، لان كنت ما تخصنيش. لكن دلوقتي الطوبه جت في المعطوبه وبقيتي مراتي. الوضع ده ما ينفعش. وما ينفعش حاجه تهد. لان لو تهد هتهد حواليه حاجات كتير قوي.
تخيلي كده ايه اللي ممكن يحصل. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. مبسوط؟ اه الحمد لله. مراتك مبسوطه؟ الحمد لله. العيش اخباره ايه؟ لا الحمد لله. البنزين؟ الحمد لله. غلي شويه؟ اه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مساء الجلاش. يا اهلا يا اهلا بالخواجه تابوت. تاني تابوت؟ تاني تابوت؟ قلت لك 100 مره اسمي تالبوت. تالبوت تالبوت تابوت. هتدق على الالف يا خواجه؟ لا يا رزق، الالف تفرق كتير قوي. انت مش عارف ان انا ضليع في اللغه العربيه؟ ما انت بقالك فتره كبيره قوي في مصر. انا بحب البلد دي قوي، ده انا بحبها حب، انا ما اقدرش استغنى عنها ولا عن ناسها. اللي يحب بلدنا بلدنا وناسها يحبوه. طب قول لي بقى ايه اخر نكته انت سمعتها؟ انا بطلت اقول لك نكت عشان كل ما اقول لك نكته الاقيك عارفها وبتحرقها لي. اقول لك انا اخر نكته. مره واحد تلبوت امريكاني قابل واحد رزق صعيدي، دخلوا مع بعض الاسانسير، النور قطع عليهم، يا ترى هيعملوا ايه؟ هقول لك هيعملوا ايه يا ابن الايه؟ عرفت ازاي هيعملوا ايه؟ بالفقاقه يا خواجه. تأمرنا بأي خدمه تاني؟ شكرا. سلام. اتكل. كتب لأمريكا شيك سياسي على بياض. شيك سياسي وعلى بياض؟ مش غريب شوية التشبيه ده؟ انت عارف يا حبيبي انا دايما اقول ان كل شيء لازم يكون في السياسة، لكن الحب لا. طول حياتي ما كنتش مؤمنة بالحب. انت الانسان الوحيد اللي خليتني اعرف يعني ايه حب بجد. الحب مش كلمة وبس يا جينيفر، الحب معنى، احساس، زي انا وانتي كده. يا حبيبي انا بدوخ من كلامك ومش هينفع ادوخ دلوقتي، لان انا عندنا مقابله مهمه جدا مع بنجامين نائب رئيس البنك الدولي للشؤون القانونيه. اجل الدخل بعدين. يا حبيبي انا برسم لك مستقبل جميل هنا في امريكا. امريكا ياه. تعرف يا دولي انا ما كنتش متصور ان امريكا بالجمال ده كله. انا بقى اللي ما كنتش متصوره اني هقابل الاستاذ عبد الصمد.
الكاتب المصري الكبير اللي بعيط كل ما اقراه، وقد ايه بيهتم بمشاكل الناس وهمومهم. يعني قلت حاجه تضايقك؟ لا بالعكس، ده انت قلتي حاجه اسعدتني ليك. اي كاتب يا دولي اكتر حاجه في حياته تسعده لما يلاقي واحد ما يعرفوش ويطلع بيقرا له. هو دكتور سيد ما قالكش؟ قال لي على ايه؟ ما قالكش ان انا معجبه بكل كتاباتك. بيعجبني جدا طريقتك في عرض المشكله، وبيعجبني اكتر اسلوبك في حلها. يا ابني الايه يا دكتور سيد، انا مش متصور ازاي ينسى يقول لي حاجه مهمه قوي زي كده. تعرفي لو كان قال لي وقال لي كمان مين اللي قالت الكلام الجميل ده، انا كنت جيت لك من مصر على امريكا جري. مش الدرجات؟ لا اكيد، وخصوصا كمان لو كان قال لي ان اللي قالت الكلام ده بالشياكه وبالجمال ده كله. واضح بقى انه انا المره دي اللي قلت حاجه ضايقتك. لو على سبيل المجامله ممكن اقبلها. ولو انها مش مجامله. سلام. ايه يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ انا اسيب امريكا؟ يعني انا كنت فاكر انك هتبقي شغوفه انك تيجي تعيشي معايا في مصر. يا حبيبي مصر بلد جميل، لكن روح زياره وبس، لكن اقامه وحياه صعب الاثنين في ظروفنا. يا حبيبي امريكا دي حلم لاي حد انه يعيش على ارضها. كلامك مظبوط، لكن المستقبل هنا والحياه هنا، المال والصحه وكل شيء ممكن يوفر حياه كريمه. ويوم ما نحب نروح مصر نروح كبار، كبار جدا. كبار جدا يعني ايه؟ كل شيء في وقته يا حبيبي، المهم انك تحقق النجاح والشهرة هنا وفي مصر، يكتبوا عنك بمعاونة عبد السوق بعد ما تبقى خبير اقتصادي في البنك الدولي. انا هبقى خبير اقتصادي في البنك الدولي؟ طب ازاي؟ انا عرفت ان هم عايزين خبراء اقتصاد من الشرق الاوسط عشان يشتغلوا في البنك الدولي. ايوه بس انا مش خبير في الاقتصاد. انت دكتور كمان في الاقتصاد. انا الدكتوراه بتاعتي في الرأس الشعبي. كمل بقيه الرساله. وعلاقته بالنظم الثوريه في العالم الثالث. والعالم الثالث تقريبا في الدول اللي اتحضرت وبقت فكره الحرب عندها غير مطروحه، زي مصر ودول الخليج اتحولت فيها النظم الثوريه الرأسماليه الى نظم ثوريه في الاقتصاد. عشان كده بقى انا اضفت يونت البيزنس للرساله. فهمتني؟ نشرب بقى كاس بصحة بعض قبل ما يجي بنجامين. اتفضل يا حبيبي. بصحة نجاح. تشيرز. تعرف ان فكرة جمعية ابناء مصر دي فكرة هايلة، هتعمل تواصل بين المغتربين وبين اهاليهم اللي عايشين في بلدهم. ده صحيح، بس المهم بقى ان المغتربين اللي هنا في امريكا يتحمسوا للفكره. اللي عايش في الغربه ما بيصدق يلاقي حد من ريحه مصر ويمسك فيه على طول، خصوصا بقى لو واحد زيك. انا متشكر جدا على مشاعرك الرقيقه دي. تخيل من كتر كلامنا عن مصر افتكرت كل ذكرياتي وايامي الحلوه، وافتكرت كمان احلامي اللي ما عرفتش احققها واللي ضاعت مني. انا مندهش ازاي واحده زيك تبقى أحلامها ضاعت. مفيش إنسان بيقدر يحقق كل اللي هو عايزه حتى لو كان عايش في أمريكا. أفهم من كده بقى إن أحلامك ما كانتش أحلام مادية؟ أنا أحلامي كانت بسيطة جدا، كنت بحلم يكون لي أسرة وعيلة يبقوا جنبي عشان لما أسهل ألاقي حد أكلمه. كنت بحلم طبعا إن أبويا يبقى جنبي عشان لما تحصل أي خناقة بيني وبين صلاح ألاقي راجل واقف لي وبيدافع عني واترمي في حضنه. بعد كده كنت بحلم ان انا امي كانت تبقى موجوده عشان معايا وادخل المستشفى الاقي حد بس يقف جنبي ويواسيني ويطبطب عليا.
انتي ما عندكيش ولاد من صلاح؟ للاسف لا. انا عمري ما سالت السؤال ده لحد. ما اعرفش ليه سالتهولك انتي. لو حبيتي تتكلمي بتفاصيل اكتر انا احب اسمعك، ولو ما حبيتيش اعتبريني ما سالتش السؤال. لا ليه بس؟ احب طبعا. ما احبش ليه؟ عموما يا سيدي احنا ما عندناش اي مشاكل في الخلفه ولا موانع. كل ما في الموضوع ان صلاح جوزي انسان طموح زياده عن اللزوم، وشايف ان مساله الخلفه دي هتاخرنا كتير قوي عن تحقيق طموحاتنا. دولي انا يهمني اعرف اللي يخصك انت بس، يعني مفيش داعي نجيب سيره صلاح جوزك وهو مش موجود. يا خبر ده، انت بجد اخلاقك اخلاق فرسان. انا بيتهيألي خلاص بقى ما بقاش في حد زيك في الزمان ده. انت فعلا ملايب ماشي على الارض. قولي لي صحيح، دي ما بتفكريش ترجعي مصر؟ لا ما خلاص بقى، مراكبي في مصر خلاص كلها غرقت. طب ايه رايك بقى اني بوعدك من دلوقتي ان يوم ما تحبي تنزلي مصر هتلاقي اسطول مراكب كبير مستنيكي في اي وقت تحدديه وفي اي مكان تختاريه في مصر. شكرا قوي. لا بجد يا دولي، انا بقولها لك من قلبي لاني ارتحت لك. عارفه اهو، انت لو ما كنتيش مرتبطه ومتجوزه كنت خطفتك معايا على مصر على طول. لا بعد، انا كل ما راكبي في مصر غرقت بجد. معلش يا دولي انا اسف، يظهر ان انا تجاوزت حدودي شويه، بس الحقيقه انا حاولت اعبر بشكل تلقائي عن لحظه صدق. على فكره انا بحترم جوزي، بحترمه في وجوده وفي غيابه، وهو كمان بيثق فيا قوي قوي. ومن الاخر كده بقى، انا ما عنديش استعداد لاي نوع من انواع الخيانه. دولي انا ما قلتش حاجه زي كده ابدا. على اي حال انا احترامي ليكي زاد جدا جدا، واكون سعيد جدا لو قبلتي صداقتي مدى الحياه. وانا موافقه، وانا هعمل دعايه لجمعيه احباء مصر عشان نجمع كل المغتربين اللي في امريكا عشان ينضموا للجمعيه دي. اهو انت كده اثبتي لي انك انسانه جميله وعمليه وبتحبي مصر، وانا هخليكي هنا الوكيل الرسمي للجمعيه. اتفقنا؟ اتفقنا. كنت لسه بتكلم مع الدكتور سيد وبقول له ان عالم البيزنس في بلاد العالم الثالث تحتاج الى نظم ثوريه راسماليه. ويا ترى كان ايه رايه؟ دكتور سيد قدامك بنجامين، اساله. دكتور سيد من ساعه ما جيته هو ساكت، يا ترى في شيء معين عايز تعرفه؟ ابدا، انا مش عايز اعرف اي حاجه غير اللي جينيفر قالته لي. يعني إذا كنتم محتاجين موظفين في البنك الدولي من الشرق الأوسط ولا لا؟ طب ما تخليك صريح معايا ونتكلم على أساس إن أنا فاهم معنى سؤالك. بنجامين عايز يقولك إيه اللي يخلي البنك الدولي يحتاج خبراء اقتصاد من الشرق؟ صح؟ ده سؤالك؟ بالظبط كده. بس مستر بنجامين لازم يكون متأكد إن أنا عمري ما بشكك في أي كلمة أو أي حاجة بتقوليها لي، لأنك في النهاية مراتي وحبيبتي. هو يعرف كده كويس يا حبيبي. أوكي يا دكتور سيد، اللي عاوز أقوله لك إن عالم البيزنس في دول الشرق الأوسط أو اللي بيقولوا عليهم دول العالم الثالث، ده تصنيف أنا شخصيا ما بحبش أستخدمه، أو بمعنى أصح أنا بطبيعتي ما بحبش أصنف البشر. لكن قانون الكون قايم على التصنيف، الخير والشر، الحلو والوحش، الأبيض والأسود، وفي كمان الغني والفقير، ومشاكل العالم المتأخر كله هي مشكلة الفقر. أمريكا بتسعى لمحو الفقر في العالم كله. يا مستر أنا يوم ما جيت أمريكا كان حلم عمري أعمل رسالة دكتوراه عن توازن القوة. القوة بمعناها الشامل حتى في الاقتصاد، لكن التوازن وتجنب الصراعات كان كله متجه ناحية الهزهزة والرجرجة والتأرجح. فياريت تكلمني كلام عملي عشان اقدر اصدقك. انت قطعت بروفيسور بنجامين، ما اديتوش فرصه يكمل كلامه. انا كنت بقول لك وباكد ان امريكا عايزه عالم خالي من الفقر في المنطقه العربيه، واهمهم مصر وبعض الدول المجاوره المشتركه في منظومه السلام، واللي قريب جدا هتنضم منهم دول الخليج.
لأن المرحلة الجاية هيكون في خطر بيهددهم من بعض جيرانهم. الجزء الأخير في كلامك مش واضح. مش مهم، انساه، مش موضوعنا. وإيه هو موضوعنا؟ الضعيف. الضعيف لازم يتحالف مع القوي يا دكتور سيد، بداية من الهزهزة والرجرجة عشان ما يحصلش تأرجح. شفت بقى دكتور سيد قد إيه الرسالة بتاعتك أثرت في المفاهيم الحديثة؟ لأن كل شيء فيها اترجم لمعنى رمزي ودقيق، وخصوصا الثلاث محاور اللي انت بنيت عليهم أسس البحث. طب ياريت أعرف إيه المطلوب مني بالظبط؟ اللي انت عاوزه واللي انا قلته للبروفيسور بنجامين. بروفيسور جينيفر قدمت لنا اوراق اعتمادك كخبير اقتصادي علشان تكون خبير لشؤون الشرق الاوسط في البنك الدولي. وتوافق عليها ولا اترفضت؟ الموضوع مش بالسهوله دي دكتور سيد. انت لازم تعرف انك انت هتاخد على الاختبارات اللازمه، وبنجامين هنا عشان يساعدك انك تنجح في الاختبارات دي لما تتعمل. انت لازم تعرف ان وظيفه في البنك الدولي الواحد مصري تعتبر انتصار للعرب كله. انت والاستاذ في بينكم حاجه يا اخي؟ تيه ربنا حرام عليك لغاية دلوقتي انا متقيه قوي قوي فيكي، بس يعني كده الواحد يبدا يشك ان معرور اخوكي كان عنده حق. وايه اللي دخل معرور في كلامنا؟ ام سيد، ام سيد تعالي افتحي الباب. ازيك يا ام سيد؟ ازيك يا عطيات؟ ازيك يا صباح؟ قولي لي انت هنا لوحدك؟ ما انت عارفه ان انا قاعده لوحدي. ما هو ده بصراحه اللي محيرني. انا مش هسالك ولا هفتح معاك اي مواضيع تخصك، لكن انا جاي عشان اقول لك القعده اللي انت قاعداها فايدتها ايه. احنا حبيبتي ورانا شغل وفلوس متلتله، ربنا يزيد ويبارك، مش عارفين نوديها فين. انا اصلي تعبانه شويه. التعبان نجيب له دكتور، قصدي دكتوره تعالجه وتشفيه من امراضه. بس انا شايفه انك زي الفل، ما انتش تعبانه ولا حاجه. ما تسيبيني في حالي يا صباح. اسيبك في حالك ازاي بعد الدنيا ما زهزهت لنا يا بنت؟ عاوزين نبص لنفسنا شويه. يا اختي بصي براحتك زي ما انت عايزه، انما انا بقى سيبيني في حالي. ما ينفعش، الايام اكدت لي ان نظرتك انت دايما بتبقى صح. عشت طول عمري انا والبلد كلها فاكرين انك شبكه مع عبد دسوقي، طلعت شبكه مع النوري. إن جيت للحق أنا عمري ما كنت أتخيل أبداً. بس بيني وبينك يا بنتي عطيات، أحسن حاجة أنت عملتيها وهو ربنا كرمه من وسع، وأنا بصراحة ناوي أعمل زيك. مش هسيبني أنا، قصدي الحاج نادي، عشان كده أنا جايلك تشوفين الموضوع ده وتخلي الحاج نوري يوفقنا في الحلال. ببصلك وشك وانت نايمه عامله زي الاطفال كله براءة. ما افتكرش ان هو ده اللي مخليك تقف تبصلي. شكلك كده عايز تقولي حاجه ومحيره. عاوز اقولك اني بحبك وما اقدرش استغنى عنك. مش قادر تستغنى عنك؟ ده انا مفكرك هتقولي ده انا كنت عايزه اطوشك قلمين على وشك واشدك من شعرك على الراس اللي رقصتيه امبارح. معقول؟ معقول يا حبيبتي انا اضربك؟ ازاي تقولي الكلام ده؟ اه لا
لكن تميل على ممدوح فوزي وتشكره على الفلوس اللي نزلها عليا وانا برقص، هو ده اللي كان عندك معقول؟ تصدق ان انا بجد زهقت؟ كنت عايزاني اعمل ايه وانت عارفه ان انا ما اقدرش ارمي عليك الفلوس اللي اترمت دي؟ لا 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 بجد انا خلاص ما بقتش قادره اتفاهم معاك. ناجل اي كلام لحد ما ارجع من السفاره، نتيجه التحقيق النهارده. الاختيار صعب لأي حد في ظروفي. يا حبيبي احنا اخترنا حياتنا هنا ودي خلاص مسألة منتهية. مسؤول البعثات طلب مني ان انا اخاطب الكلية بشكل رسمي عشان احدد موقفي. حضرتك يا دكتور هتبعت جواب شكر للجامعة بتاعتك تقول لهم شكرا على كل اللي عملوه معاك. جواب استقالة. استقالة؟ لا، احنا في الحالات اللي زي دي بنبعت ناخد اجازة بدون مرتب. نجحنا بنجدد الاجازة لحد ما نرجع. اهو الواحد يبقى حافظ مكانه في الكلية. دي سياسة غلط. ازاي تاخد مكان واحد تاني هو محتاج له؟ طب افرضي فشلت هنا، اعمل ايه انا بقى؟ كلمة الفشل دي مش موجودة في القاموس بتاعنا. انت هنا هتشتغل وانا معاك وحنحقق انجازات عظيمة. انت بتتكلمي كده زي ما تكوني واثقة ان انا خدت شغل في البنك الدولي. جيني انت شكلك كده مخبية عني حاجة. تقولي الاول انك انت هتبعت جواب استقالة للجامعة في مصر. ما انا مش هقدر اعمل ده الا اذا كنت ضامن هنا. شفت بقى يا حبيبي اديكي ابتديت تتعلم الدرس. مش فاهم. الاحلام لازم تكون في ايدك عشان تختار. برضو محتاج تفسير. صدقوا يا حبيبي انت خلاص هتعيش هنا وتشتغل هنا و... وايه؟ جيني اوعي تقولي لي ان هم قبلوني في البنك الدولي. قبلوك حبيبي، وبنجامين عمل معجزة عشان يقبلوا اوراقك. بس ايه؟ بس ايه؟ لازم تجتاز امتحان الانترفيو. يعني لسه يا حبيبي انت هتقابل بنجامين، وده بقى اهم عضو في اللجنة اللي هتعمل الانترفيو. خلاص يعني اعتبر نفسي قبلت. انا سيد شندي هبقى عضو في هيئة التمويل الدولية اللي بتدي قروض للقطاع الخاص لما وراء البحار، يعني لبلادنا. معقولة؟ انا مدام دولي؟ اهلا وسهلا يا مدام. صباح النور. انت ليه بترد عليا كده؟ في حد جنبك فمش عارف تتكلم؟ لا مفيش حد عندي. وبصراحه يا مدام انا مش عايز اتكلم معاكي. يا ريت من فضلك تقفلي السكه. استاذ عبدو دولي اللي بتكلمك. عارف يا مدام دولي، وارجوك كفايه لان انا بصراحه لسه حزين على اللي شفته. استاذ عبدو انت تقصد ايه؟ ما كانش صح ابدا بالنسبه لانسانه زيك كنت بحترمها انها تقف وسط كباريه وترقص بالشكل ده. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس من فضلك انا عايزه اشوفك دلوقتي ويا ريت حالا كمان. لولا انك صممتي ان انا اشوفك انا فعلا ما كنتش احب مقابلتك دي تاني. يعني بجد انت متضايق من حكايه الرقص دي؟ الا متضايق طبعا متضايق، انا مصري وبغير على كل شيء مصري. لو كنت انت مراتي
أنا كنت طلعت على المسرح ده وشديتك من شعرك وجرجرتك لغاية البيت. بجد يا عبدو؟ يعني بجد أنا لو مراتك كنت هتشديني كده من شعري من على الستيج قدام كل الناس؟ يا ريت كده، بس أنا كمان يعني كنت حضرابك إقلام بعدد الفلوس اللي نزلت عليكي. ياه، كلام ما سمعتوش من أي راجل قبل كده في حياتي. إحساس حلو طبعاً لما الست تحس إن جوزها بيخاف عليها ويغير عليها ويقول لها اعملي ده وما تعمليش ده. ست لما بتحس إن جوزها بيغير عليها، بيغير عليها حتى من أي حد يبص لها، بتحس إنه بيحبها بجد. تخيل إن صلاح ميل على ممدوح فوزي وشكره على الفلوس اللي نزلها عليا نقط وأنا برقص، ولما روحت البيت سألته قلت له أنت إزاي تعمل كده؟ قال لي يعني عايزاني أعمل إيه؟ أنا ما كانش عندي فلوس النقود دي. شوف بقى إحساسي كست لما ألاقي جوزي بيعمل كده ويرد عليا الرد ده. طب من فضلك يا دولي، كفاية كلام في الموضوع ده. الموضوع ده بصراحة بيفور دمي. أمال أنا أعمل إيه؟ والنبي ده أنا اللي دمي فاير. أنا آسفة طبعاً يا عبدو إذا كنت بتكلم معاك في كل مشاكل، بس أنا ده محتاجة فعلاً، محتاجة أسألك وأتكلم معاك وتقولي أعمل إيه. وأنا تحت أمرك، تفضلي. حضرتك تقول النهاردة استقالتي في السفارة ويقبلوها. كتبتها برغبتك ولا أجبروك عليها؟ ولا هتقولي الحقيقة إنهم رفضوك بعد التقارير اللي اتكتبت ضدك؟ وحضرتك عرفت منين؟ ده انت ساذج قوي يا صلاح. طب تصور انك لما تشتغل مع ممدوح فوزي محدش هيعرف ولا ايه؟ وعرفت كمان لما بعتك نيويورك انهم صوروك وسجلوا لك وضموا ده كله للتقرير اللي عندهم اللي مكتوب فيه عن الهلس بتاعك والبيزنس الخفي. ما عملت ايه لما عرفت؟ اعمل ايه؟ ما قدرتش اعمل حاجه لان الموضوع خرج من ايدي. انا خلاص سبت شغلي في السفاره ولازم اسلم البيت وارجع مصر في اقرب وقت ممكن. وتفتكر ان انا هسيبك في الحاله دي؟ لا يا صلاح، انت هتشتغل معايا من النهارده، هتبقى مدير عام الشركه الامريكيه المصريه للاستيراد والتصدير. هي ليها فروع هنا؟ فرعها الاساسي في مصر، يعني انت هتقيم في مصر كل شهرين ثلاثة تبقى تيجي أمريكا تقعد أسبوع 10 أيام، ومراتك تسيبها هنا لوحدها عشان تتقدم وتتربى بعد اللي عملته في الكباريه. أنا هطلق بلادي. ده موضوع يرجع لك أنت، ولو أني بصراحة شايف إن ده أحسن ليها وليه بعد اللي عملته ده. شوف إيه الإجراءات وبقولي وخد تحت الشقة بتاعتي اقعد فيها مؤقتا. طيب وحضرتك؟ لا انا بحب انزل في الاوتيلات لما باجي هنا، خصوصا لما بتبقى زيارات سريعة. طيب ودولي؟ دولي زي ما قلت لك، تطلقها وتديلها حقوقها وتخرجها من دماغك خالص علشان تفوق الشغل معايا. عايزك تنزل مصر تتصل بشركة النور لتوظيف الاموال، عايزينهم يوردوا لنا حديد $50 مليون. بليز خد الملف ده اقراه وورينا همتك بقى يا بطل. حاضر يا فندم، بعد اذنك. صلاح حبت انوار ماشيين في الضلمه بيتسحبوا، شافوا الشياطين اللي بينهبوا، قامت معركة بين ضلمة ونور، بان المستور، ادي الانوار وادي الشياطين، من فيهم مين اللي هيغلبوا؟ حبة انوار ماشيين في الضلمة بيتسحبوا، شافوا الشياطين اللي بينهبوا،
مش ده.